حبي وافؤادي. وبنرجع مرة تانية معاكم مشاهدينا، بنواصل لقائنا في مصر جميلة. مصر جميلة بكل الخطوات الإيجابية اللي بتاخدها في الوقت الحالي للوصول لتنمية في كل المجالات. الحقيقة في الفترة الأخيرة بنركز بشكل كبير على عدد من المشروعات اللي حتى بتقع تحت مسمى مشروعات قومية أو مشروعات بتهمنا كلنا كمجتمع مصري وليها أولوية في تنفيذها. هل هذه المشروعات ليها تأثير بأي شكل من الأشكال، خصوصا في ظل التطورات اللي بنعيشها في الحالة المناخية، في التأثير البيئي الخاص بالمستلزمات الصناعية أو استخداماتها بشكل كبير؟ الحقيقة احنا حريصين جدا في المقام الأول أن يكون كل مشروع له الصدى الإيجابي وله الأثر الإيجابي دون المساس بأي شيء ممكن أن هو يعني يؤثر في صحة المواطن المصري. عشان كده عايزين نطمن، المشروعات القومية العملاقة اللي بنعول عليها الكثير من الأمال، هل ليها تأثير؟ وإذا كان هناك تأثير، هل هذا التأثير تأثير إيجابي ولا ممكن أن هو يكون ليه أي أثر على المواطن المصري؟ ده اللي هعرفه مع حضراتكم النهاردة من ضيفنا اللي مشرفنا في مصر جميلة. اسمحوا لي أن أنا أرحب بأستاذ الدكتور صفية الدين محمد متولي، استشاري التنمية الصحية بالأمم المتحدة، عضو المجالس القومية المتخصصة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. دكتور صفية، يعني احنا نتكلم عن الاثر البيئي على المشروعات. طيب خلينا نشوف ايه المشروعات اللي نتكلم عليها الاول، وبعد كده نشوف ايه هو الاثر البيئي اللي بيأثر عليه. الحقيقة ان مصر ربنا اكرمنا في السنة دي، احنا عندنا اربع مشروعات هما نواة تنمية حقيقية ومستدامة ومتواصلة. اولهم المشروع الاروع، مشروع قناة السويس الجديدة. مشروع استصلاح 4 مليون فدان، دول يعملوا طفرة في التنمية في أي دولة في العالم إذا تموا بطريقة أو أريات صحيحة. مشروع الطرق وإعادة التوزيع الجغرافي، أنك تغير صورة مصر في تاريخها، دولت على الأقل مشروعات قومية كبيرة جدا ليس لها مردود على مصر فقط ولكن مردودها على العالم كله. لما هنتكلم على المشروعات دي أولا هي دي المشروعات. ثانيا في مشروعات أهم، هي الإنسان المصري وما له وما عليه وكيفية تعليمه وكيفية تثقيفه، ده مشروع الرابع اللي احنا هنتكلم عليه. خلينا نتكلم على ناخد واحد واحد بقى. نبدأ بمشروع قناة السويس، لان احنا كلنا كمصريين منتظرين هذا المشروع اللي يعني ان شاء الله يكون ليه اثر ايجابي بشكل كبير. هو مشروع قناة السويس اكيد هيبقى له اثر ايجابي لاسباب كتيرة. خلينا بنقول ان احنا بننقل العالم من الشرق للغرب، من أروع المشاريع اللي في الدنيا. لكن أي مشروع في العالم لازم عشان يمول حتى لازم بيخش له حاجة ما تسمى الأثر البيئي والتوافق البيئي. الأثر البيئي والتوافق البيئي ده بيعمل إزاي؟ ماذا كيف سيؤثر على البيئة وكيف ستؤثر البيئة عليه؟ بالضبط. خلاص، قد يكون في قناة السويس اللي الشعب المصري ضرب فيها المثل الأعظم، أن حينما صار الاقتصاد الشعبي أقوى من كل اقتصاديات العالم فأذهل العالم، فأنا ما منيش محتاج تقارير التوافق البيئي اللي حسوق بيها المشروع بتاعي عشان أجيب له تمويل. أي مشروع في العالم لابد أن يكون له ملف تقييم بيئي حتى يستطيع المهيئات والمؤسسات الدولية إنها تموله. طيب هل هذا يعني ان احنا مش هكون عندنا دراسة عميقة وشديدة العمق على موضوع الاثر البيئي؟ لا، عندنا بنقول ايه، في بعض التقارير بتقول ايه، ان تداخل مياه البحر في اماكن الحفر السريع بتخل حاجة اسمها التوازن الهيدروليكي للمياه. لا معلش كده بالراحه بقى، عشان ايه الكلام يعني كده ابتدى يطلع مننا بعيد. عايز نفهم بقى. انا هوضح نبسط الامور شويه. ببساطه خالص، لما جينا نحفر قناه السويس حفرها الانسان المصري يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. فالتوازن الهيدروليكي ده يعني معناه ايه؟ كميه مياه البحر تدخلت شويه بشويه بشويه تدريجيا. التدخل التدريجي ده بيعمل اتزان طبيعي. تمام. ما يدعيه بعض الجهات العلميه ان الحفر السريع قد يخل بالتوازن الهيدروليكي، لكن احنا اللي احنا بنرد عليه في هذا الموضوع
أن قناة السويس الحفر فيها تم بآليات علمية هي الأحدث في العالم، وأن البعد الأثري البعد البيئي فيها متوافق جدا جدا جدا، وأن تداخل مياه البحر تم في خلال سنة بطرق علمية متدرجة. مش عاوز أخش في الكلام العلمي اللي هو ما يهمش المواطن قوي، ولكن عاوز أدي للكونكلوجن، أعمل قفزة على النتائج. النتائج بتقول إيه؟ أن لمصر مشروع قومي لديه توازن بيئي متمثل في قناة السويس. التوازن البيئي ده أن احنا عملنا حفرنا بكراكات مؤهلة جدا جدا بالحفر المباشر في البطن، يعني عارفت زي الحفر كده. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا توافق بيئي من حيث تداخل مياه البحر، ومن حيث آلية الحفر، ومن حيث تغيير معدل السرعة. تمام. كنا زمان واحدة سفينة بتعدي من الشمال للجنوب، وبعدين نستنى تبدأ مجموعة السفن بتعدي من الجنوب للشمال. تمام. في المرحلة اللي جاية هيبقوا الاثنين at the same time. رايح جاي. رايح جاي. الاثنين at the same time ده معناه ايه؟ يعني التو باص at the same time ده يعمل ازاي؟ هل ده هيمثل استرس على المجرى؟ لا، لان احنا عندنا نواحي ميكانيكيه ونواحي فنيه متخصصه جدا. تمام. جدا على اعلى ما يكون. هذه رساله طمانه من مصر الى كل العالم ان قناه السويس التوافق البيئي فيها، قناه السويس الجديده. تمام. التوافق البيئي فيها على ارقى مستوى. تمام. اذا موضوع قناه السويس خلاص احنا مع الـ يعني الـ البيئه ماشيين كويس مع المعايير البيئيه. تمام. المعايير البيئيه ديت اللي هي طبقا للمدرسه العالميه الثابته. يعني ايه مدرسه عالميه ثابته؟ بتقول لي 1 2 3 دي ده منهج في قواعد معينه. تمام. بعض الدول اللي انت لا تتخيل ان مشروع بحجم قناه السويس هيعمل نقله لمصر سوف يرضي كل العالم. يعني ايه ده؟ ايه يعني ده شيء غير متاح في اي مشروع في العالم. عدم الارضاء ده كيف يصل اليك العالم؟ هيدوروا ايه؟ زي ما كانوا بيدوروا في المجالات الادبيه في حقوق الانسان، هيدور هنا على التوافق الايه؟ البيئي. نحن الان بصدد ان احنا على فكره انا شخصيا رايح باريس في ستة اللي جاي بغرض شرح للعالم مدى التوافق البيئي لكل مشروعات مصر القومية. ده من خلال ايه يا فندم؟ هل من خلال مؤتمرات دولية؟ مؤتمر دولي لبحث الاثار الناتجة عن مشروع قناة السويس الجديدة؟ شرح. احنا اللي بنتولاه ولا بناء على طلب؟ لا احنا مطلوبين. يعني طيب يعني احنا برضو كمصريين يهمنا جدا ان احنا كمان نثق في يعني الابحاث العلمية اللي بتقدم لنا بالفعل المردود الخاص بهذا المشروع علينا كمواطنين، ولكن في النهاية طبعا يعني الردود العالمية دي بتكون مطلوبة حتى لا يستمر اي محاولات او لا تستمر. بما ان احنا لدينا منظومات علمية دقيقة ومتمكنة الحمد لله، سواء كانت موجودة في المراكز البحثية او الجامعات او حتى في هيئة قناة السويس او في الجيش المصري، فاحنا لدينا كوادر علمية تستطيع ان تقنع العالم وتجبره على الاقناع بالعلم. تمام. المشروع الثاني بقى 4 مليون فدان. 4 مليون فدان. ال 4 مليون فدان على مدة زمنية معينة ليهم لابد ان يكون لهم توافق بيئي. التوافق البيئي ده مفاده ايه؟ لو انا هاخد فيهم مليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية. التوازن البيئي انا لما كنت بسحب 100 لتر مكعب في اليوم غير لما هسحب مليون متر مكعب في اليوم. عملية السحب دي في حد ذاتها على المستوى العالمي تدي انطباع ان سيكون هناك خلل بيئي. تمام. الخلل البيئي ده ايه؟ مفاده ايه؟ يا اما ارتفاع منسوب المياه المالحة، يا اما تداخل مياه البحر لو احنا فين؟ على مناطق قريبة من البحر. اللي انا عاوز اقوله ان مراكز الابحاث قبل ما تبدأ في كل منطقة من ضمن مناطق المليون فدان الاول، كل منطقة احنا قدمنا ليها السكيمة اللي ازاي نمشي عليها عمليات سحب المياه الجوفية تكون متوازنة، بحيث ان انا اعمل ازاي ادي فرصة لتعويض المياه في الابار. تمام. السيستم ده في حد ذاته استخدمت فيه اعلى تقنيات الاستكشاف في العالم. احنا استخدمنا فيه قياسات ثنائية وثلاثية الابعاد حتى نقدم لمصر مشروع يبقى 100 عام على الاقل، وبدون تدخل بيئي او بدون تدهور بيئي.
زمان قلنا ان كانت في عندنا مديرية التحرير. ايوه. مديرية التحرير لما بدأناها بدأناها بكونسبت ثقافي علمي محدد بنقول فيه ايه؟ ان المياه على عمق 100 متر اقتصادية. ما تحت ال 100 متر غير اقتصادية. ان ملوحة المية ما تحت ال 1000 بي بي جزء في المليون فهي ايه؟ اقتصادية. ما دون ذلك غير اقتصادية. لو احنا دخلنا مشروع ال 4 مليون فدان بالكونسبت ده او بالقاعدة دي لا ده خطأ. لان مع التقدم في التكنولوجيا وتقدم العالم بقى عندنا ايه؟ النهاردة الابار بتوصل 1000 متر واقتصادية. إذن إيه؟ ما كان 100 متر وغير اقتصادي أصبح الآن 1000 متر. 1000 متر ده إيه؟ تقدم في العلم طبعا. اللي كان ممكن يزرع على 1000 جزء في المليون دلوقتي بيزرع على 10 و 12 و 20 ألف جزء في المليون. الأساليب نفسها اتطورت بشكل كبير والتكنولوجي دخل يعني بشكل مختلف تماما في الآليات، في الطرق، في المعدات والإمكانيات اللي بتكون متاحة. ده كله بالتأكيد ده يدي إيه بقى؟ تماما تماما. ده يوصل لايه بقى؟ يوصل ان المنظور البيئي اللي كانت على القواعد القديمه اصبح غير واقعي في التطبيق في هذا الزمان. أكيد. اذا كان قبلك على 1000 جزء في المليون بحط علامه استفهام على موضوع على الاثر البيئي لهذا المشروع، النهارده انا اسف العلم اثبت ان انا ايه لحد 10000 انا داخل نطاق التوافق تمام. البيئي. طب بالنسبه للناس اللي خلينا نقول بالبلدي كده بتنخور ورانا او مش عايزه او يعني زي ما حضرتك قلت كده، انا دلوقتي لو جيت ازرع موز هيقول لي لا ما تزرعش الموز بيستخدم اكسجين اكتر، بيستخدم ميه اكتر، ازرع بتنجان. هيتدخل بقى كمان في الزراعه بتاعت اللي هزرعها في ال 4 مليون فدان ولا لما يجي يتدخل هيدخل ازاي؟ هو هيتدخل ازاي؟ هما طبعا طبعا انت دوله فريده في المنطقه وما انتش دوله خارج نطاق الاعداء. خلاص صحيح انت دولة تتمتع بصداقات لا محدودة وبعشق لا محدود خصوصا في فرنسا في اوروبا وفي في بعض اوروبا والدول العربية. انت عندك مدرسة ام يعني عارف ازاي في فرنسا يعشقوا، انا عشت هناك يعشقوا شوارع مصر باسم مصر. طبعا. كما لك اعداء في السياسة لك احباب في الناس. طبعا. خلاص السياسة دي عداوات في كل مكان، هينقدك في مشروعاتك هيقول لك انك انت يعني انت متخيل ان هو هيسيبك تزرع 4 مليون فدان بسهوله كده علشان خاطر تعمل تنميه طفره ويقول لك وبعد كده ما تعتمدش على حد وما تحتاجلوش يعني مش ما هوش منطقي. لكن كيفيه الثقه في النفس، نحن كعلماء لهذه البلد لدينا ثقه في انفسنا، نحن نستطيع ان نقنع العالم وننتج كل شيء بعلمنا وبارادتنا. اللي بنخور ورانا طبعا احنا ليه يعني ليه هو يقول لك ازاي انت هتطلب تمويل من بنك الدولي؟ ده ايه يا فندم؟ ده يعني هو الـ 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 السند ليه في الاعتراض او ده على التاثير يعني البيئي على المنطقه ككل ولا على صحه المواطن بشكل داخلي، صحه المواطن المصري، ولا يعني بيتدخل بناء على ايه؟ يعني حضرتك تتخيلي لما بيرفع راية حقوق الإنسان المصري هل لا ينام الأمريكان ليلا سعيا وراء حقوق الإنسان المصري؟ يعني إيه؟ إذا هل لا ينام الليل بحثا على التوافق البيئي؟ على بتكون تبع منظمة حقوق الإنسان هنا الدوت السند بيكون تبع منظمات إيه؟ هل منظمات البيئة العالمية هي اللي بتتدخل في هذا الموضوع؟ وبالتالي بيبقى طالبة ردود او طالبة نوع من التقارير او المؤتمرات زي ما حضرتك ان شاء الله هتسافر في الشهر القادم باذن الله. تمام. لو لديك دراسات علمية وعالمية مقنعة خلاص هيعمل لك ازاي؟ هو في الاساس بيعمل ازاي؟ هو ليه بيعمل كده؟ على اساس ان انت لو هتطلبي تمويل من اي جهة عالمية هيحط لك البند ده في بنود الايه؟ في بنود الاختيار. تمام. اذا هما بيعمل كده ليه؟ خلاص شركات في الاخر هو كلها مؤسسات. اذا كانت نصف حروب العالم اساسها اقتصاد فاذا نصف كل التنميه في العالم اساسها اقتصاد. تمام. بناء على كده احنا بس بنقول ايه؟ يعني على الشعب المصري ان يعي تماما ان علماؤه وقياداته قدره على ان تعمل العمل الصحيح
وتوافق البيئي الكامل، نحن نبحث على مستقبل بلادنا. صحيح. لا نبحث على مستقبل الرد على غيرنا ايا ما يكون. بس احنا عايزين برضو نرد عليهم ونقول لهم برضو عندنا وعندنا وعندنا وهنعمل 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 وماشيين مع المعايير الطبيعيه جدا اللي مطلوبه مننا، وبرضو هنعمل في الاخر وهنبقى احسن بلد في الدنيا. الله صح. برافو عليك. اولا هانهي معاك بكلمه، برافو عليك على الحوار ده. الثقه بالنفس تقول ازاي؟ نحن سنلتزم بالمعايير العالميه، ونحن خصوصا في موضوعات الطرق كمان وعد التوزيع الجغرافي الموضوع الثالث، وهنلتزم بكل الموضوعات العالميه. وخلينا نقول على حاجه، من المهم جدا جدا ان احنا نكمل جزئيه كيفيه الردع، كيفيه تجهيز التوافق البيئي على كل مشروعات مصر كلها، كل واحد منفرد، ويجب ان يعرض على العالم. صحيح. من خلال قنواتكم المحترمه ومن خلال الاعلام المصري الصريح والواضح، حتى يعلم العالم اننا لدينا علماء وخبراء يستطيعوا عمل مشروعات قوميه ما هيش خاضعه للصدفه. هم اعتقد الرساله وصل لهم، ولو ما كانتش الرساله وصل لهم ما كانوش قلقوا، لكن هم وصل لهم جدا ان الحمد لله العقول المصريه قادره على انجاز المهام المستحيله زي ما بنقول، وده واضح في كل المجالات الحقيقه، مش هنا في مصر بس لكن في كل دول العالم المتقدمه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور صفي الدين محمد متولي، استشاري التنميه الصحيه بالامم المتحده. نورتنا يا فندم، نشكر حضرتك. اشكرك يا فندم. اشكرك. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. هنطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع مع فرقتنا اللي هنختم بيها لقاءاتنا النهارده في مصر الجميله باذن الله.